أخبار اليوم. دلوقتي في اللجنة 249 بالوحدة الصحية بمدينة سوق، ومعايا رئيس اللجنة الفرعية في هذه اللجنة. وفي الحقيقة أنا شفت منظر أنا أول مرة أشوفه في اللجنة الانتخابية، مجولة أنا آسف في اللفظ داخل اللجنة نفسها. ده عمل يعني اعتقد انه عمل لا يليق. القضاة بيشتغلوا في ظروف صعبة جدا، وادي الصناديق الانتخابية موجودة عندي هنا، والاوضة طبعا ثلاثة متر. انا يعني عاجلا كده لو سمحت يا سيادة المحافظ كيف الشيخ، من فضلك سيب مكتبك وتعالى ضروري هنا عندي، وارجوك في مدرسة جنب مننا اسمها مدرسة مدحت الزيات الابتدائية، مدرسة جديدة ومقفولة، يعني هذا عمل لا يليق. من فضلك تعالى وحقق في هذه المسألة. القضاة لا يصح ان هم يعملوا في هذا اللجنة الانتخابية فيها مبالغة، ارجوك لا يصح. فمن فضل سيادتك تعالى دلوقتي وشوف هذه المسألة وحقق فيها، ونقل لنا اللجنة الانتخابية دي للمدرسة اللي جنبنا على ربع امتار اللي فاضية ومقفولة. نعم سيادتك؟ بيننا وبينها صور. طيب بيننا وبينها صور، يبقى يعني أرجوك تعال حل هذه المشكلة.